تكلمتيش مع زوي على هذا الامر ديال العملود وعطيت لها خصوصا العملود فاش كيف العملود هذا مدرب لعبوا اتاكو اتاكو لقى مره مره لعبوا اتاكو لعبوا اون بوينت ما تقوليش واحد كتقول اطلعها انا حربه شي مره بان لي القضيه فيها ان عكسنا على المستوى الهجومي وما يبان لي حتى واحد اللي خيط صفراء اللي عنده شي اصابه ولا عنده هذا ولا اي واحد نقول لك على القضيه اللاعب العملود ندير تسعود في ظهره ونقول سير اون بوينت ودابا كدير هاو دير لا بوز هادي اليوم انا كمدرب نهار تبان لي على المستوى الهجومي كاين خلل ولكن ان ولا عقم على المستوى التهديفي وبان لي ان الهجوم عندي نهار ما يبقاش ماركي ولا يبان لي شي لاعب اصابه ولا قدر الله صفرات ولا هذا ويقلب وما لقى والو هذا نقول العملود اجي تسعود عطيت تسعود ولعبوا اون بوينت